أو بالواقع يعني. الجاذبية عنده تكون متساوية، راح تكون الجاذبية عنده متساوية. زين، هذا بالنسبة للجيود. فهم بالطبيعة لقوا جيود، لقوا أصلا أكو موجود بالطبيعة جيود، مصدر مرجعي نقدر نعتمد عليه، اللي هو سطح البحر. ولذلك سيحددون الارتفاعات بالنسبة لسطح البحر، يعني يقول هل قد ارتفاع متر 500 متر بالنسبة لسطح البحر، هل قد ارتفاع بالنسبة لسطح البحر. فالجيود سطح البحر هو جيود طبيعي. ليش؟ لأنه سطح البحر راح يكون خط مستوي، بكل مكان راح تكون الجاذبية للأرض متساوية سطح على سطح البحر. يعني ما معقولة راح تلاقي منطقة في سطح البحر المي عالي، منطقة في سطح البحر مي ناصي، لأن المي راح نتيجة إنه مائع راح يكون متساوي الارتفاع بكل مكان نتيجة مثل ما ذكرنا إنه مائع. فلذلك راح يصير جيود طبيعي يعتمد عليه بتحديد الارتفاعات. فسطح البحر هو بالحقيقة جيود طبيعي. فالجيود كتعريف هو سطح وهمي على الأرض، سطح وهمي على الأرض يربط بين نقاط متساوية قوة، يعني متساوية الجاذبية، يعني قوة الجاذبية راح تكون متساوية بكل مكان على هذا السطح اللي حددناه. فلقوا مثل ما قلنا البحر اللي هو راح يكون جيود طبيعي نقدر نعتمد عليه بتحديد الارتفاعات. أما المسافات، طبعا أكو السفيرويد أعتقد يعني ما أخذته أنتو، بس هو راح يصير هالشكل. السفيرويد اللي هو أقرب شكل هندسي رياضي يمكن يناسب شكل الكرة الأرضية. فالجيود هنا راح يكون The geode is equipotential surface corresponding to mean sea level. راح يكون متساوي الجهد، يعني متساوي الجهد بالنسبة لداخل الأرض، متساوي الجاذبية. يعني هذا الجيود مثل ما هنا أنه راح يكون متساوي الجاذبية، هذا هو الجيود. طبعا الجيود يستخدم بتحديد الارتفاعات، أما المساحة والمسافة بين نقطة ونقطة أخرى يستخدمون الخط الآخر اللي هو السفيرويد، اللي هو تقدر تأخذونه بالمساحة أكثر وراح تفهمونه أكثر. ف the geode is a conceptual surface which is warped due to absence or presence of attracting material. It is popped up on land and down at sea. زين، فمثل ما وضحنا هين بالرسم، الجيود راح يكون مصدر مرجعي لتحديد الارتفاعات. The concept of the geode is fundamental importance to geodetic surveys. يعني على المساحة الجيوديسية أكو طبعا أنواع من المساحة، أكو المساحة الجيوديسية، أكو المساحة المستوية. المساحة الجيوديسية تهتم بتحديد الارتفاع أيضا بالنسبة للبقية، اللي مسافة تقدر تحدد المساحة الجيوديسية. بس مهم بالنسبة للمساحة الجيوديسية لأنه المساحة الجيوديسية تقيس الارتفاع بالإضافة للطول والعرض. فالارتفاع نعتمد على الجيود، مسافة أو طول أو مساحة نعتمد على السفيرويد. فالجيود يعتبر ذو أهمية أساسية بالنسبة للمساحة الجيوديسية أو الجيوديتك سيرفين أو بلين سيرفين، أيضا بالنسبة للمساحة المستوية. Because instruments containing separate levels measure heights above the geode. طبعا راح نقيس الارتفاع فوق الجيود اللي هو المصدر المرجعي، not heights above the reference spheroid. مثل ما حكينا انه الارتفاعات راح نحسبها بالنسبة للجيود وليست بالنسبة للسفيرويد، قلنا السفيرويد هو لتحديد المسافات والمساحة. The concept of geode is a fundament of fundamental importance to geodetic surveying. مثل ما قلنا انه ذو اهمية بالمساحة الجيوديسية نتيجة تحديد الارتفاع، لانه نعتمد عليه المصدر المرجعي هو الجيود.
or plane surveying المساحة المستوية because instruments containing separate levels measure heights above the geode. مثل ما حكينا انه راح تقيس الارتفاع بالنسبة للديود وليس السفيرويد، لان السفيرويد يستخدمونه بتحديد المسافات والمساحات. It is important to surveyors to know the geode spheroid separation. لازم نعرف الفرق بين الديود والسفيرويد. الديود قلنا هو مصدر مرجع نعتمد عليه اللي هو صحيح، مصدر يعني سطح متساوي الجهد او متساوي الجاذبية بالنسبة للأرض. يعني هنا راح تكون الجاذبية متساوية بكل مكان، وحسب تساوي الجاذبية حددوا هذا السطح المرجعي اللي راح اللي يسموه جيود. أما السفيرويد فهو شكل هندسي رياضي خلوه بحيث يكون أقرب ما يكون يناسب شكل الأرض، يناسب شكل الأرض. فهذا هو السفيرويد. الجيود نعتمد عليه بتحديد الارتفاعات، السفيرويد نعتمد عليه بتحديد المسافات والمساحات. فلذلك هذا هو الفرق بين الجيود والسفيرويد. known as the geode height، الجيود هايت هو الارتفاع الجيوديسي بالنسبة للجيود. as accurately as possible but in practice it is often not known to be made. ما نقدر نحدده بشكل دقيق، نتيجة لازم نحدد الكثافة أو قوة الجاذبية تكون متساوية بكل مكان، عن طريق نحدد الجيود. الوحدات مال الجرافيتي، الجاليليو نسبة للعالم جاليليو اللي هي بالحقيقة 1 سنتيمتر على ثانية تربيع. لذلك طبعا التغيرات الجرافيتي انومالز الشذوذ الجذبي هي تقاس بالملي جال، يعني اي تغير بالمليم بالمليم يصير تغير راح يسبب شذوذ جذبي. وبعدها راح نحدد إذا أكو مثلاً مكمن أو هالشكل شيء من خلال دراسات أخرى. measurement of gravity on land، قياس الجاذبية على الأرض. طبعاً أكو stable gravimeters، أكو unstable gravimeters، يعني يقدر أي واحد يقراها مع نفسه. الأجهزة الأدفانتج مالها، الديسأدفانتج مال كل جهاز، هذه أكيد حفظ. بس أهم شيء إنه كل واحد عرف مبدأ عمل الجاذبية وشنو هي الفائدة بالصحيح من الطريقة الجاذبية ودراستها. فهذا الادفانتج الديس ادفانتج مال كل جهاز. ان شاء الله اي سؤال اني موجود وحاضر.